cold. No fucking jumping. I cheat. Stay off. الآن حائط الصد وخطأ في مكان خطير. شهد الآن تقدم ومحاولة، لكن حكم المباراة يضبط الخطوات القانونية. وديمبيلي عند الكرة، ديمبيلي يتقدم. الله على موسى ديمبيلي، الهدف الثاني لديمبيلي، يسجل هدف من كرة ثابتة جميلة جدا، لعب الكرة في المكان المناسب وسجل ديمبيلي. المنتخب الفرنسي يصل لمرمى المنتخب الإنجليزي مرة أخرى عن طريق نفس اللاعب موسى ديمبيلي. كرة جميلة جدا، حاول حارس ميتشل أن يبعد الكرة، لكن تدخل كان تسديدة كانت ممتازة ولم يستطع الحارس أن يفعل الكرة شيء، وبالتالي ديمبيلي سجل الهدف الشخصي الثاني للمنتخب الفرنسي.